على الجزائر، لان احنا كل الهدف في الساعه دي اللي طالعين ليها مع حضراتكم ان احنا ناخدكم للجزائر عشان تطمنوا على البعثه وعلى هذه المباراه المهمه. معنا من الجزائر الزميل كريم احمد موفد قناه الاهلي مع البعثه. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك يا استاذ ابراهيم منيسي، برحب بيك في البدايه وكل التحيه للبشمهندس عادل القيعي، والشكر والتحيه موصوله ايضا كمان لكل جمهور النادي الاهلي. كريم يا ريت تحطنا في الصوره كامله عندك، وما ايه اصابه ميكيسوني؟ يعني هبدا معاك في البدايه، طبعا هي اصابه ميكيسوني يمكن الجديه والحماس الكبير جدا اللي احنا لامسينه من القاهره حتى وصلنا هنا ومن خلال التدريبات، يعني كان ليه مردود، كنا يعني قلنا الحمد لله طبعا ان هي ما كانتش اصابه قويه، لكن هي لسه حتى الامور دي كلها تشخيص وكل الامور الاجتهادات اللي هتتم خلال الساعات القادمه لم يتم حسم الاصابه، لان هي كانت كدمه واشتراك مع الشناوي في احد الكرات في التكتيك الحقيقه اللي كان بيقوم بيه بيسو موسيماني مباشره. الحقيقه اول ما ميكيسوني يمكن الركبه وكدمه كانت قويه جدا في الركبه، يعني احد المستشفيات القريبه جدا بصحبه طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله توجهوا لعمل اشعه للاطمئنان بشكل عام. في خلال الساعات القادمه ان شاء الله نطمن على ميكيسوني وعلى الاصابه، يا رب ان شاء الله ما تكونش اصابه طويله. لكن بعيدا طبعا عن ميكيسوني، كل اللعيبه الحمد لله رب العالمين جاهزيتهم على اعلى مستوى، التركيز كبير جدا، الاصرار اللي شفناه في التدريبات، الجلسات المستمره مع لعيبه النادي الاهلي الكبار، كل الامور دي مدينا مردود كبير جدا للبشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم ان شاء الله الجديه موجوده بعيدا عن النتيجه الاولى. هو ده وعي لعيبه النادي الاهلي ووعي الجهاز الفني، احنا مش محققين حاجه داخلين هذه المباراه بنتيجه 0-0، فان شاء الله باذن الله المجهودات كلها تكلل بالنجاح، و90 دقيقه يا رب ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي، خطوه مهمه جدا تفصلنا عن المباراه النهائيه، ومع المباراه النهائيه بقى الكل حادث حديث، لكن النادي الاهلي معودنا وجهازه الفني ومجلس ادارته خطوه بناخدها بنقفل الخطوه بنبص على البعديه، فالامور الحمد لله طيبه جدا مع فريق النادي الاهلي. على هامش كمان اليوم النهارده والتدريبات والامور الخاصه طبعا بالاستعدادات الفنيه، كانت لفته رائعه ومميزه جدا من طبعا رئيس البعثه الاستاذ عامر فاروق وزير طبعا عامر فاروق، كابتن حسام غالي، دكتور محمد شاوي، الاستاذ طارق قنديل النهارده اللي كانوا متواجدين في الاتحاد الجزائري لكره القدم لاستقبلوا طبعا النادي الاهلي بقيمته الكبيره جدا بكل الترحاب، ومنها مباشره كعاده طبعا كره القدم بتقرب الشعوب، وكره القدم لرساله مهمه جدا والعلاقه الطيبه والممتازه والرائعه بين الشعب المصري والشعب الجزائري. توجه بعثه النادي الاهلي الى مقام الشهداء، التقطوا الصور التذكاريه مع طبعا السفير المصري طبعا هنا في الجزائر مختار وريده. طبعا كل الامور دي الحمد لله يمكن كانت عدت بشكل طيب جدا لفريق النادي الاهلي، البعثه يعني ماشيه بشكل طيب جدا، كل كابتن محمود الخطيب واتصالاته المستمره والاطمئنان على بعثه فريق النادي الاهلي، ينقصنا التوفيق ان شاء الله في المباراه. لكن برضه عايز احطكم في الاجواء غدا، اليوم يمكن غدا مليء بالمؤتمرات الصحفيه طبعا كالعاده والاجتماع الفني، غدا هيكون 10 صباحا بتوقيت الجزائر هو المؤتمر الصحفي الخاص بفريق النادي الاهلي، وعلى الجانب الاخر هيكون 11 ايضا كمان صباحا بتوقيت الجزائر الاجتماع الفني لطبعا الرتوش الاخيره بقى لتحرك فريق النادي الاهلي، التقييمين، كل الامور الخاصه بالجانب الامني. دعواتكم طبعا ان شاء الله باذن الله ودعوات كل جمهورنا العظيم ان شاء الله باذن الله المباراه تعدي على خير، ويا رب ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يتاهل لهذه المباراه النهائيه وال11 تكون اهلاويه ان شاء الله. يعني اجواء واصداء هذه المباراه سواء على الجماهير او على الاعلام كيف ترى؟ هل هي حماسيه؟ هل هي هادئه؟ هل هي يعني كيف تصفها؟ يعني اقدر اقول لك يا باشمهندس عادلي النتيجه الكبيره اللي كانت في القاهره يعني الامل ضعيف شويه، لكن هم عندهم رغبه اكيد وعندهم جمهور اكيد متواجد معاهم في هذه المباراه، لكن الامل ضعيف بالنسبه لوفاق ستيف في هذه المباراه. لكن كره القدم فيها متغيرات كثيرا جدا، الاعلام هنا والصحافه بتشيد بالنادي الاهلي، ما بنقابلش اي حد في فندق الاقامه، متواجدين خارج الفندق، الناس بتحاول تلتقط الصور التذكاريه، الناس بتطلب مننا تيشيرتات لعيبه النادي الاهلي، تيشيرتات بشكل عام، النادي الاهلي قيمته كبيره جدا جدا طبعا زي ما احنا شايفين وعارفين، لكن اقدر اقول لك ان الاعلام هنا بيتكلم على افضليه النادي الاهلي، النادي الاهلي اهدر فرص عديده جدا، توفيق كان معاه، كان ادى اداء مميز جدا في المباراه الاولى، فده بلغه الكوره مخوف الجانب الاخر شويه بالنسبه للفرص اللي ضاعت، لان النادي الاهلي في المباراه الاولى كان يقدر يعمل سكور كبير جدا، فيا رب ان شاء الله زي ما التوفيق كان معانا في المباراه الاولى بالجهد الكبير المبذول الحقيقه من لعيبه النادي الاهلي وتركيزهم الكبير يكون معانا كمان في المباراه يوم السبت ان شاء الله باذن الله على ملعب 5 جويليه اللي هيستقبل هذه المباراه 8 مساء بتوقيت الجزائر 9 مساء بتوقيت القاهره، ان شاء الله باذن الله كل الامور تكون في صالحنا ومنافسه طيبه كريم اللي بيوفره قعدته مجلس اداره النادي الاهلي يكون مردوده كبير جدا. كريم طيب ده اجواء واصداء المباراه من الجانب الجزائري، طب على الجانب اللعيبه والجهاد الفني والبعثه المصريه انت حاسس بايه؟ تركيز واهتمام ولا يعني في اطمئنان؟ زي ما باكد لك يا باشمهندس عادل
لا في يعني اطمئنان وفي حذر بالتاكيد، يعني في اطمئنان وفي ثقه وفي وعي كبير وفي حذر كمان، لان زي ما باكد لك المباراه فيها متغيرات كثيره جدا، وكره القدم فيها متغيرات كثيره جدا، لكن الحماس اللي شايفينه والاصرار والجديه اللي بناكد عليها ده لمسينه من فندق الاقامه. بعد كل وجبه بنشوف لعيبه النادي الاهلي بتجتمع مع بعض، اللاعبين الكبار بيتكلموا على اهميه المباراه، زي ما اكدت لك كمان الكابتن محمود الخطيب واتصاله المستمر. لعيبه النادي الاهلي عارفه ان هي ما حققتش حاجه لسه، لسه ما وصلناش للمباراه النهائيه، لسه عندنا خطوه ان شاء الله. فعشان كده بنقول يا رب ان شاء الله يكون التوفيق معانا في مباراة السبت، وتكون هذه المباراة من نصيب النادي الأهلي ويقطع خطوة كبيرة جدا قبل المباراة النهائية إن شاء الله. هل في الاجتماع الفني الأهلي عنده أي مطالب الكابتن سيد عبد الحفيظ هيطرحها في الاجتماع الفني على المراقبين، ولا الأمور في العلاقة كويسة؟ يعني لا، حتى هذه اللحظة الأمور طيبة جدا، هي بس كانت أمس كان التدريب الأول لفريق النادي الأهلي، الملعب ما كانش يعني كان صعب شويه، الاضاءه كانت ضعيفه، الملعب كان ضعيف شويه، فيمكن تواصل على طول الكابتن سيد عبد الحفيظ مع مسؤولي وفاق ستيف اللي بالحقيقه استجابوا سريعا، والنهارده يمكن متواجدين في ملعب مصطفى تشاكر اللي استقبل النهارده تدريب النادي الاهلي الثاني، ملعب هو اتحاد بليده، ملعب جيد جدا الحقيقه. فكانت جرعه تدريبيه قويه جدا لفريق النادي الاهلي استفاد بيها بشكل كبير جدا، لكن زي ما باكد لك خساره ميكيسوني بس النهارده يمكن هو ده الامر المزعج شويه بالنسبه للجهاز الفني، لكن الكل جاهز ان شاء الله، 11 راجل يكونوا متواجدين في الملعب، وان شاء الله هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي. بالنسبه لاصابه ميكيسوني، هل الدكتور ابو عبله عنده تشخيص مبدئي؟ يعني حتى هذه اللحظه احنا سالته بصراحه، يعني هل يا دكتور هل فيها رباط، هل في جزع في الرباط؟ الراجل طبعا ما قدرش ان هو يحسم هذا الامر الا ما يتاكد من الاشعه، لان الالم كان صعب جدا الحقيقه على ميكيسوني اللي بكى شويه من الالم، تالم بشكل كبير جدا. فاحنا منتظرين طبعا في خلال الساعات القادمه طبيب النادي الاهلي مع ميكيسوني، هل الاشعه تكون متواجده، هتظهر في خلال الساعات القادمه، ومنها ان شاء الله نطمن كل جمهور النادي الاهلي على اصابه ميكيسوني. وجود الاعضاء مجلس الاداره مع الاستاذ العامر فاروق، اذا كان الدكتور محمد شاوي او الاستاذ طارق قنديل او الكابتن حسام غالي مع الجانب الجزائري، انت شايف انه الاهلي سفير لتلطيف هذه العلاقات مع الجانب الجزائري؟ طبعا مع اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي والمجموعه اللي متواجده جدا تقابل بالترحاب الكبير جدا من الجانب الجزائري. يعني ايضا كمان بالنسبه لي التدريب الاول يمكن كان متواجد نائب رئيس مجلس اداره وفاق ستيف السابق اللي رحب بكل البعثه بالكامل، وكان متواجد طبعا بصحبه السفير. الاجواء طيبه جدا يا استاذ ابراهيم باشمهندس عادلي، زي ما باكد لك يعني الشعب الجزائري شعب طيب جدا بيعشق النادي الاهلي وبيحبه جدا وعارف قيمته الكبيره، كل ما بنقابل حد يقول لك نادي القرن مربوح عليك ان شاء الله باذن الله. فيا رب ان شاء الله كل الدعوات وكل المناخ اللي احنا بناكد عليه في كل رسائلنا من هنا من الجزائر كل الامور دي تكون في صالحنا ان شاء الله. بيتش موسيماني اتكلمت معاه على انطباعاته على المباراه او تركيزه فيها؟ الحقيقه بيتش موسيماني يعني مركز بشكل كبير، محاضراته الفنيه ومحاضراته اللي تكون فرديه كمان والجلسات الفرديه مع لعيبه النادي الاهلي بتدل عن مدى التركيز. ممكن نشوف تغير في التكتيك، ممكن نشوف تغير في شكل المباراه بشكل عام، ده اللي احنا لامسينه من خلال التدريبات. يعني التكتيك والتشكيل والامور دي طبعا بتترك ليوم المباراه، لكن من الواضح ان الراجل قاري بشكل كبير جدا المباراه الاولى، النتيجه كانت كبيره، ومن الواضح ان شاء الله باذن الله التركيز اللي احنا شايفينه مع خط الهجوم بالتحديد، ان احنا ان شاء الله نقدر نحرز هدف واثنين وثلاثه بالجديه الاصرار الكبير اللي احنا بنشوفه مع لعيبه النادي الاهلي. الرغبه موجوده، لكن التوفيق ان شاء الله لو معانا الامور هتكون طيبه جدا ان شاء الله. شكرا جزيلا للزميل كريم احمد موفد قناه الاهلي الى الجزائر.